في اللحظات المسائية بمكرمة من سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. بسم الله وعلى بركة الله، هذه الانطلاقة الثانية لدعم شعار هجن زعبيل في منافساته القادمة إن شاء الله. نسير بحضراتكم إلى متابعة الشوط الخاص بالجعدان في هذه الفترة المسائية، والشوط الأول الخاص بالجعادين في هذا المساء، وهذه التحديات على البركة. نسير مع البداية ومع تحدي هذا الشوط، المقدمة والسيطرة والبداية هنا تحمل لنا ياتي ويقدم لنا المحافظ على المركز الأول محمد بن مسلم بن طرشوم العامري. الآن تقدم إلى مسار هذا الشوط، حافظ يا محافظ على هذا التحدي. المركز الثاني مياس سيف بن عبد الله بن مطر الخصولي الاجتبي يحتل المركز الثاني، والمركز الثالث وصل الآن في هذه اللحظة وصول من قبل شاهين عمر بن نايع بن سالم الغفلي، ولكن نشوف الرقم واحد، نشوف الرقم واحد وعينه على السيارة هنا ياتي سراب لسعود بن علي بن محمد الظاهري يحتل المركز الثالث، يحتل المركز الثالث، بينما المركز الخامس هناك الجانب الآخر يحمل كذلك تحديات، يحمل منافسات. ها هو اللي وصل الآن أمامكم مشاهد الأعزاء، الخوار لراشد بن حمدان البلوشي يحتل المركز الخامس. هذه الخماسية الماسية في منافسات هذه الليلة، في منافسات أشواط المساء، ولكن نعود إلى المركز الأول، عودة إلى السيطرة، عودة إلى شاهين عمر بن نايع الغفلي لا زال في صدارة الشوط، ولكن الله يا ظبيان أني بن صبيح الوهيبي غير الآن، احتل المركز الأول، غير أني اللحظات الأخيرة، حرك يا محرك. نشوف المركز الثاني من الجانب الآخر، يأتينا راشد بن حمدان البلوشي يحتل المركز الثاني، الله الله الله، بينما المركز الثالث ولحظات الوصول غزيلان لسالم بن حمود الوهيبي، اللحظة الأخيرة، اللحظة الأخيرة، وني إذا يصل مع ظبيان، تهانينا وني بن صبيح الوهيبي على هذا الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني عندك عمر بن نايع بن سالم الغفلي يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث غزيلان سالم بن حمود بن علي الوهيبي، والمركز الرابع راشد بن حمدان البلوشي هو من يحتل مشاهدي الكرام رابع المراكز في هذه الانطلاقة. بينما نسير إلى التوقيت الزمني ونعود إلى لحظات الوصول مشاهدي الكرام، دقيقتين و11 ثانية هو توقيت زمني ظبيان، تهانينا والناموس مشاهدي الكرام لمالك ظبيان نوني بن صبيح بن حمد الوهيبي على هذا الفوز وهذا الانتصار في لقاء التحدي ولقاء المنافسة القوية في هذا المساء.